مرحبا طالبات، شلونكم؟ اليوم عندنا محاضرة جديدة، محاضرات اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط. بالمحاضرات السابقة وصلنا شرحنا 3 محاضرات أو أكثر على اليونت السادس، شرحنا بيها قطع وشرحنا بيها مواضيع قواعدية وانطيناكم واجب بيتي تحلونه. اليوم راح ناخذ موضوع جديد أو درس جديد باليونت السادس. درسنا لهذا اليوم هو Lesson 6، يعني الدرس السادس in Unit 6 باليونت السادس، Page 67، يعني صفحة 67 بالكتاب الطالب، in your student book، كتاب الطالب. أول شغلة راح نقراها، بعدين ناخذ عليها واجب ونشرح موضوع القواعد الخاص بهذا الموضوع. راح نبدي نقراها ونترجمها وياكم حتى نعرف شنو هي الكلمات الجديدة بهذه القصة. What are they going to be؟ ماذا سيكون هؤلاء في المستقبل؟ ماذا سيكون هؤلاء في المستقبل؟ هذا عنوان الدرس. Read about Firas and Hale and answer this question. بالبوكس الأحمر قايل لي اقرأ عن فراس وهالة بعدين أجب عن هذه الأسئلة. احنا راح نقرأ بعدين نرجع نجاوب على الأسئلة، أو الأسئلة ناخذها على شكل واجب بيتي. فبالبداية نبدي نقرأ وياكم. فراس is 17. فراس عمره 17 His favorite school subjects are history, geography, and art. دروسه المفضلة بالمدرسة هي التاريخ، الجغرافيا، والفنية. He loves animals. يحب الحيوانات. Every Friday he goes to the zoo. كل جمعة يذهب إلى حديقة الحيوانات. He takes photographs. يأخذ صور of birds and animals. للطيور والحيوانات. Sometimes he has to wait for long time to take a good photograph. بعض الأحيان يجب عليه أن ينتظر لوقت طويل حتى يأخذ صورة جيدة. But he is very patient. هو جدا صبور. Patient يعني صبور. His favorite animal is the peacock. Peacock يعني الطاووس. حيوانه المفضل هو الطاووس. Next year he is going to take his last school exam. السنة القادمة هو راح ياخذ آخر امتحان إلى بالمدرسة. If he passes, إذا نجح، he is going to university. سوف يذهب إلى الجامعة to study animals، ليدرس عن الحيوانات. He wants to be a zoologist. شنو حلمه أو ماذا يريد أن يصبح؟ يريد أن يصبح عالم حيوان أو مختص بالحيوانات. بهذه القطعة الأولى عرفنا عن فراس، شقد عمره، شنو الدروس المفضلة عنده، شنو هوايته، أكثر حيوان يحبه، وماذا يريد أن يصبح بهذا الدرس أو بهذا الباراجراف الأول. بالباراجراف الثاني راح نقرأ عن هالة. هالة is 18. هالة عمرها 18 سنة. Her favorite school subject are biology and chemistry. درسها المفضل هو الأحياء والكيمياء. She is also very good at English and physics. وهي كذلك جيدة بالإنجليزي والفيزياء. She is interested in helping people. هي تستمتع أو تحب مساعدة الناس. She is very kind. جدا لطيفة. And friendly. وودودة. Sometimes بعض الأحيان she visits hospital. بعض الأحيان تزور المستشفى. Some patients بعض المرضى have no visitors. ما عندهم زوار. Hala takes flowers to the patients and sits and talks with them. Hala تأخذ لهم بعض الزهور وتقعد وتتحدث وياهم.
At school she works hard بالمدرسة تدرس بجد because she does not want to fail لأنه ما تريد تفشل. Final school exam بالامتحان النهائي. When she finishes عندما تنجز school she is going to be a doctor يعني عندما تنتهي من المدرسة حلمها أنه تصبح دكتورة طبيبة. هسا عرفنا عن هالة وعرفنا عن فراس. بعد ما عرفنا عن هالة وفراس نقدر نجاوب السؤالين الموجودات ببداية الصفحة، لأن السؤالين راح يكونن واجب عليكم تحلوا لياهن ترسلوهن إلي. هسا راح نجي شنو تعرفون أنه بالمواضيع اللي بالقصص اللي يعطيني اياها البوكس الاخضر اللي بنهايه الصفحه هذا موضوع قواعد. هسه راح نشرحه وهو موضوع كلش سهل. اول مره راح نقراه هنا، انتبهوا وياي. بي زائد going to زائد infinitive يعني بي، من يقول لي بي يعني is are وام، وراها going to هاي ثابته، بعدها يجيني مصدر مجرد فعل مجرد. منطيني الجملة الأولى، هالة is going to work in hospital، هالة سوف تعمل في المستشفى. We use be، نستخدم be plus going to plus infinitive to take about the future when we know for certain what is going to happen. شوفوا هذا الحكي هسه بالصفحة هذه راح تظهر قدامكم موجود، انتبهوا عليه. صيغة المستقبل باستخدام be going to، راح نتكلم عن المستقبل. اول شيء حتى احكي عن المستقبل انا عندي عدة طرق احكي بيها عن المستقبل، مو طريقة واحدة. ماخذين يمكن بالاول او قبلها ماخذين صيغة ال will. كنا نعرف انه من اريد احكي عن المستقبل اخلي فاعل بعد will فعل مجرد، صارت عندي جملة بالمستقبل. بس هنا أنا عندي صيغة ثانية استخدمها تعبر لي عن شنو، تعبر لي عن المستقبل. هذه الصيغة هي صيغة الـ going to. شو وقت استخدمها؟ استخدمها من عندي شيء أنا متأكد راح أسويه بالمستقبل، حدث متأكد منه أنه راح يصير بالمستقبل، تمام؟ استخدم صيغة الـ be going to. نجي للقاعدة مالتها مثل ما ظاهرة عندكم بالشاشة، فاعل is are am اللي هي be بالكتاب مطينيها be، البي اخذ منها is و are و am. is ويا المفرد، are ويا الجمع، والام ويا الاي. بعدها اخلي going to ثابتة، بعد ال going to اخلي فعل مجرد. هذه الصيغة تعبر لي عن المستقبل، عن شيء أريد أسويه أنا بالمستقبل، مخطط أسويه بالمستقبل ومتأكد منه، استخدم هذه الصيغة. نأخذ مثال، I am going to be a doctor، أنا مخططة ببالي وأريد أصير دكتورة، فأخلي الفاعل I وراها am الفعل المساعد، بعدها going to بعدها فعل مجرد. هنا استخدمت البي بمعنى أصبح أو أكون دكتور، تكملة الجملة. مثال ثاني، علي is going to study English، علي يريد أن يدرس الإنجليزية. همينة فاعل فعل خلينا is لأنه علي مفرد، وراها ال going to study فعل مجرد، وتكملة الجملة. هسا عرفنا استخدامات ال going to، مستقبل بصيغة ال going to. بالإضافة إلى النقطتين اللي قلنا واجب، عندكم تمرين مهم عن القطعتين اللي قريناها الخاصات بفراس وهالة بالاكتيفيتي بوك بيج 85 صفحة 85 تمرين A and B، نحلهن واجب بيتي يخصا هذه المواضيع اللي حكيناها هسه. لهنا كملنا محاضرتنا هذا اليوم وياكم، نلتقي بمحاضرة قادمة إن شاء الله.